السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيديو جديد خاص بالمنية في النشاط العلمي المستوى الخامس. ستجدون في هذا الفيديو الحصتين الخامسة والسادسة موجودة في يعني في الكراسة أو الكتاب المدرسي بالصفحة 28 و29. عنوان الحصتين هو عوامل تدهور التربة وحمايتها، وهدف هدفين كذلك هذه الحصتين هو التعرف عوامل تدهور التربة، يعني العوامل، ثم أميز بين الممارسات المفيدة للتربة وممارسات الضارة بها. نبدأ على بركة الله يعني بوضعية الانطلاق أو ما يعرف بألاحظ وأتساءل. لاحظ سليم أنه بعد سقوط الأمطار يتغير لون مياه الوادي كما هو مبين في الصورة رقم واحد. انتبهوا، هنا الصورة رقم واحد، هناك وادي، فلون مياهه تغيرت، لم تعد صافية بسبب سقوط الأمطار. إذا شنو هو التساؤل اللي يمكن نسأله في هذه الحالة؟ هو ما سبب تغير لون مياه الوادي؟ ما سبب لون مياه الوادي؟ ما سبب تغير لون مياه الوادي؟ بالنسبة للفرضيات سنقترح مجموعة من الفرضيات، نقدر نقوله بسببي، سأقترح هذه الفرضية وسأكتبها هنا باش تكون واضحة. بسببي حس التربة بواسطة المياه الجارية والسيول. إذا نحاول هنا نكتب سؤال تقصي ونكتب يعني فرضية، أما كان كنا في القسم نترك المجال للتلاميذ للعمل سواء في مجموعات أو بشكل منفرد، يعني وكنا نستقبل جميع الفرضيات سواء كانت يعني صحيحة أم خاطئة، فكل تلميذ يجيب حسب تمثلاته. للتأكد أو التحقق من هذه الفرضية سننجز ما سبق من الأنشطة خلال مرحلة أنجز. النشاط الأول، لمعرفة دور النباتات في محافظة على التربة ننجز المناولة المبينة في الوثيقة جانبه، يعني الصورة رقم 2، حيث نصب الماء. أخذنا نصف قنينة هنا فيها التربة، بعد النباتات قليلة جدا إن نقول منعدمة، وهنا يعني عندنا هناك وجود نباتات، فقمنا هذه التربة الأولى عارية يعني لا توجد فيها نباتات، والتربة الثانية نبتت عليها نباتات. شنو نعمل؟ درنا صبينا الماء، خوينا الماء هنا وخوينا الماء هنا، فما هي النتيجة اللي شفنا؟ هنا تقريبا الماء شبه صافي، وهنا ماء عكر يعني فيه ترسبات ديال التربة، لونهم تغير، هنا لونه لم يتغير، هنا لون الماء بقي صافيا وهنا لون الماء يعني تغير. ما الذي جعله يتغير؟ يعني التربة المسربة، يعني اللي تسربات من التربة هنا جاءت محملة بالتربة، يعني فيها جسيمات عالقة التربة، وهنا لم يتغير لونها. إذا ماذا تلاحظ أو تلاحظين بخصوص الماء المسرب في كل كأس؟ إذا في الكأس واحد سنلاحظ، ماذا لاحظنا في الكأس واحد؟ الكأس واحد هو اللي جاء من التربة واحد، التربة العالية. في الكأس واحد الماء المسرب المسرب من التربة العالية الماء المسرب من التربة العالية يجرف معه التربة بخلاف الماء المسرب من التربة جوج. إذا ما كيبهنش بالستيلو الأحمر نحاول نكتب فلتر المرة الجاية. بماذا تفسر أو تفسرين ذلك؟
هذا راجع لدور النباتات التي تمنع الانجراف. إذن هذا راجع لدور النباتات التي تمنع الانجراف. أو بتعبير آخر تثبت التربة. ننتقل إلى السؤال جيم، استنتج أهمية نباتات في التربة، يعني شنو هو أهمية نباتات؟ إذن أهميتها تتجلى في تثبيت التربة وحمايتها من الانجراف، ولا والمحافظة عليها من الانجراف. ننتقل إلى النشاط الثاني. فيما يخص النشاط الثاني، لمعرفة أهمية إقامة المدرجات، نقصد بالمدرجات كما هما في المنطقة جوج، يعني بحال هكذا، في بعض أراضي المنحدرة نقترح الصورتين، الصورة رقم 4 فيها مدرجات، والصورة رقم 1 ليس بها مدرجات. أي المنطقتين تكون التربة فيها أكثر تعرضا للإنجراف؟ شكون هي اللي تكون فيها أكثر تعرضا للإنجراف؟ هي هذه، هي الصورة أو المنطقة 1. ما أهمية المدرجات في المناطق المنحدرة؟ الأهمية ديالها أنها تمنع التربة من الانجراف. تمنع التربة من الانجراف. نمر الآن إلى النشاط رقم 3 الموجود في الصفحة 29. إذا نبدأ. تتعرض الأراضي الفلاحية في بعض المناطق لرياح قوية كما هو موضح في الصورة رقم 5. إذا ما تأثير الرياح المبين في الصورة 5 على التربة؟ تنقل الرياح التربة من مكان إلى آخر. ب. انطلاقا من الصورة 6، كيف يمكن الحد من ذلك؟ يمكن الحد من ذلك عبر هذه الصورة 6. إذا حنايا كاينين حواجز، إنشاء حواجز مضادة للرياح. حواجز مضادة للرياح. إذن نمر إلى استثمر أو ننطلق من يعني من الأنشطة 3. هضرنا على الأمور التي يعني عوامل انجراف التربة تتمثل في جوج تدهور، يعني الرياح أو للمياه، وهضرنا على الطرق لحماية هذه حماية التربة من الانجراف والحفاظ عليها وتثبيتها. هضرنا على الطرق اللي هي 3. أولا يعني تشجير، يعني غرس نباتات، لأن النباتات تثبت التربة. وضعنا في النشاط الثاني على إنشاء مدرجات، فالمدرجات تقلل أو تمنع التربة من الانجراف. وفي النشاط الثالث هضرنا على العامل الثالث اللي هو الذي يسبب في تدهور التربة اللي هو الرياح. وضعنا على طريقة الحد منه هو إنشاء يعني حواجز مضادة للرياح. ننتقل إلى 3 يعني استنتج. تتعرض التربة للتدهور نتيجة عدة عوامل، منها ما هو مرتبط بأنشطة الإنسان كقطع الأشجار والرعي الجائر، ومنها ما هو مرتبط بعوامل طبيعية. إذا فاش كنهضروا على تدهور التربة عندنا جوج الأمور، هناك من هو مرتبط بأنشطة الإنسان، وهناك من هو مرتبط بعوامل طبيعية. فأنشطة الإنسان كاين بحال قطع الأشجار والرعي الجائر. وبالنسبة للعوامل الطبيعية بحال الرياح والأمطار وجريان المياه.
ولحماية التربة يقوم الإنسان بممارسة ممارسات مختلفة، يعني سلوكات مختلفة، بحال غرس الأشجار، يعني تشجير، إقامة حواجز وإقامة مدرجات، ووضع حواجز مضادة للرياح. إذا نمشيو لآخر مرحلة في هذا الدرس، واللي هي استثمار تعلمات. إكري جيكري فغي أو فو دوفون لي فراز سويفونت. هنا غادي نكتبو فغي ولا فو، صحيح أم خطأ. Alors, on commence. Le surpâturage détruit la végétation, ce qui entraîne l'érosion du sol. C'est vrai. Dans les بالنسبة للنشاط الثاني، يؤدي زحف الرمال إلى تراجع الأراضي الفلاحية. أذكر العامل المسؤول عن زحف الرمال، زحف الرمال العامل المسؤول عنها هي الرياح. ثم هل يمكن الحد من ذلك؟ نعم، عبر كيف يمكن الحد من ذلك؟ عبر إنشاء حواجز مضادة للرياح.